لسه فاضل كتير يا جوهران. الصبر الصبر يا خواتي، مجربنا. هو لسه فيه تاني؟ لما نوصل لاخر الطريق هنلاقي الركايب مستنيانا، هي اللي هتوصلنا لنجع الجبل. I'm not feel safe Mr. Fuel. Don't worry. This dumb cannot do anything to us because he knows very well what we can do. Then don't give them the money before coming back safely. Oh, we have to reach him first. Right? طول الطريق واك 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 واك. ما تبطل راطني بقى، خلينا نفهم بتقولوا ايه. العربية ممكن تمشي هنا جوهران، ما تفكرش الطريق كله كده، قدامه شوية في جباب وجبال، ما ينفعش يمشي فيها إلا البهايم. I'm afraid Mr. Finn, we don't have enough weapons for our protection. If they want to do any bad thing, they will do it now, here, in the middle of the way. We leave the money in the car. Shit, we can't ask for any help. There is no signal here. I decide to continue this way. بطلوا رطب الفرنجي ده وركبوا الركايب، خلينا نوصل بسرعة. زمان كبارات النجع في انتظارنا. اسمعوني يا كبار نجع الجبل، كلكم عارفين اني اقل منكم، لكن عارفين كمان اني اتغربت عن نجع الجبل سنين طويله في مصر. بطرت وقول لنا عايز تقول ايه من حياتك المواسره دي. انا قصدي اقول لكم ان الكنز اللي لقيناه لو الحكومه عرفت هيقولوا علينا تجار اثارات ويحاكمونا ويدخلونا السجن كمان. مين اللي يقدر يحاكمنا في ارضنا؟ قصر الكلام، الفلوس اللي احنا عايزينها من الخواجة عايزين نعمر بها بيوتنا، نبيعه بالهدايا في السر علشان ما نقلبش الدنيا علينا. هيك في الخشبك هتعلمكم برات البلد تتصرفوا كيف؟ ماضي صح، بس هو ما عارفش يتكلم وعايز يقول اننا لازم نبقى يد واحدة قدام الخواجة يبان ان احنا متفاهمين عشان يشتري وهو مطمن. صح والله يا كبير النجع، ربنا يحميك. لما هو كبير البلد ابقنا ايه؟ ايه؟ تخوات يا ريس بن دا. وطي راسك مستر كريمت. ما تخافش ما تخافش يا خواجة، دول تلاقيهم شافونا بيرحبوا بينا. تقصد ما فيش خطر هنا يا جوهران؟ لا لا ما فيش خطر ولا حاجة، الجبل كله ملكنا. على فكرة أنا لو حصل لي أي حاجة أنت وأهلك في أسوان في إيدينا. عيب يا خواجة، أنت أمانة في رقبتي وده واكل عيشنا ورزقنا، وليك عليا وصلك مطرح ما جبتك بأمان. أنقتل أنقتل وأنا في حمايتك يا حسان. الكبير ملوش ذنب في قتلك يا ماضي.
دم في رقبتك يا حسن، دم في رقبتك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ماضي قتل كبير من داري غدر بيه وهو وسطينا، وده مننا مواش منكم يا ناجي. منكم كيف يعني؟ كلنا عارفين انه مقطوع، هو واهله وناسه فاتوا النجا من سنين. بس ماضي رجع للنجا في حميتي، يعني بقى واحد مننا يا بنداري. لا هو بالعافية اياه، لها من عرقك ولا من نسبك، ده واد هامل ماليش اي عازة ولا عزوة. انا عزويت في دياب وانت وقعت في الغلط يا بنداري ونقدت العهد اللي بينا. روح دور على اهله وناسه وطفشانين وقول لهم ليكم طار عند البنداري ويفرجوني هياخدوا طارهم كيف. حطوا الكلام دلوقت نتفاهموا فيه بعدين. الخواجة وصل، بس لازم تعرفوا اهل نجع الجبل ان ماضي دخل النجع في حميتي وبكلمة امان مني، يعني بقى من عيلتي وبقى في حميتي، واهله وناسه سابوا البلد وما عليهمش دم الحد فينا، عشان كده طار ماضي في رقبتي وفي رقبة عيلة حسان الحويطي، واحنا نعرف كيف ناخد طارنا. ناجي ادفنوا في المدافن بتاعت عيلتي. يلا يا رجالة يدكم معاي. الله يلا يا رجالة. رحم الله. او ماي جاد قتيل. قلت لك مستر فريمان الناس دي مالهاش امان. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. مرحب بيك يا جهران ومرحب بكل الضيوف. مرحب بيك يا مغاوري. لا 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 جهران، انا مش عاوز اشتري حاجه. استهدي بالله بس يا خواجه، تعال نقعد بس تعال. الو لا 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 ما ينفعش. روح بس روح. انا لازم امشي من هنا حالا. يعني ايه تمشي؟ ها ما شايفين. استهدي بالله بس يا رئيس دياب، الراجل اول ما وصل لك قتيل. خليه يقعد، قال لي بالله العظيم اخليه يحصله ولا بلاش. قال حسان يقول عليه من عيلته. مش وقت حساب يا بنداري. بضاعة قدامك يا خواجه قدر قيمتها قدام كمارات النجم. ومين اللي حيفصل معاه؟ انت يا حسان؟ انا ماليش كلام معاك الا لما اخد حق ماضي، وطر ماضي حاخده حاخده يا بنداري، بس بعد ما تتم البيعه. فكرنا مختومين على جفانا اياك جعران. الحان يا جعران. اصبر بس يا خواجه، الا لقي لك حد يحمينا ويحميني معاك بعد يدك. خش عنا يا رئيس حسان، عايزك تحميني من معلم بنداري وناسه. صبري نفد يا جعران، عايز اتطور. خواجه لو جراله حاجه قرايبي كلهم هيروحوا في الرجلين، واني وسطت خير وانتم قصدتوني علشان ابع لكم الكنز. نزل سلاحك يا بنداري، الخواجه ضفنا. ايه في حماك دي كمان ولا ايه؟ ما دام الخواجه دخل النجع يبقى ضفنا وفي حمانا كلنا. ده جاي يستخفلنا ويشتري بتراب الفلوس. بين البيع والشراء يفتح الله، والمعروف ولا معروف ولا متلوف. ما دام جو الحد هنا وشافوا الكنز بتاعنا يبقوا عرفوا سرنا، يا يشتروا بالسعر اللي احنا نقولوا عليه يا يتقتلوا. دي اثارات مالهاش قيمه، احنا بنشتري تاريخ مش فخار قديم. انا ما فهمش انت تقصد ايه. انا فاهمك يا رئيس دياب، الراجل ده عالم اثار، بيعرف التاريخ من الرسومات المكتوبه على الورقه والكتوبه اللي على التماثيل. فهمهم يا جهران، فهمهم ان الاثار دي بتاعت شخصيه مجهوله، ورغم كده انا هدفع كل اللي معايا. جو هات الفلوس من العربيه. روح معايا دياب. ماشي يا كبير. احنا هنقسموا الكنز على العائلات الثلاثه، وكل عيله حره في نصيبها، تبيعه تخليه هي حره فيه. وماله نقسم الكنز، كل واحد ياخد حته بالدور. وانا خدت ايه؟ بقول لك ايه يا سناري. ايه انا شايف ان الخواجه
عامل حساب كبير قوي للمعلم بنداري وخايف منه. يبقى العقل الزين يقول ايه يا اخوي؟ نصيبك على نصيبي ونحطه على نصيب بنداري ونخليها شروه واحده. صح، وبالطريقه دي اذا الخواجه حب يظلمنا مش هيقدر يظلم بنداري ونبقى احنا الرابحين. طيب افرض بنداري طمع في حقنا. لا، بنداري ده مننا وعلينا ونقدر نتفاهم معاه. عايزك تروح تقول له ان انا شاري خاطره وححط يدي في يده ويمكن نبقى كده طول العمر. عفارم عليك يا ريس عبادي عفارم. اي وقته خلي حساني طق شرار. اسمع يا خواجه، خليها شروه واحده، نصيبي انا واخوي عبادي حطه على نصيب الريس بنداري، وكلنا خوات وعيله واحده ومصلحتنا واحده ومفيش اي فرق بيننا. براوة عليكم براوة. اهو دي التفكير الزين. كل الفلوس اللي معايا في الشنطة دي، مفيش فلوس تاني. فتشت العربية زين؟ فتشتها زين، ما فيهاش غير شنطة الفلوس دي. أنا هقسم بينكم الأنصبة أنتم التلاتة. عنك أنت يا خواجة، الفلوس اللي في الشنطة دي نصيبي ونصيب المعلم عبادي وأخوك سنداري. نصيبك أنت والمعلم عبادي وأخوك سنداري؟ وفين نصيب المعلم حسان؟ أنا ماليش صالح. الفلوس في الشنطة دي حق نصيبي، نصيبي قدامه اهو، عايز يبيعهولك يبيعهولك وحر. يلا يا دياب. يلا يا عبادي. اتفضل يا كبير. يلا يا سناري. اتفضل يا معلم عبادي. معلم حسان، أنا معيش فلوس خالص تاني. وأنا ما بيعش بلاش. البضاعة قدامك. وأديك عينتها، عايزها ادفع ثمنها. انت مش شايف انه خد الفلوس بالقوة؟ قول الحمد لله ان خلصت من شره. لكن المعلم حسان عمره ما كان غدار ولا طماع. جهران، هتنقل البضاعة دي كيف؟ الحاجات الصغيرة هناخدها نلمها كلها واحنا ماشيين، والحاجات التقيلة هيجي رجالة الخواجة يشيعوها. وانا بضاعتي من التقيلة لما يجوا ياخدوها يدفعوا كد تمنها مرتين. معلم حسان انت ذكي جدا، عارف ليه؟ عشان عارف ان بضاعتي غاليه مش رخيصه وعارف قيمتها. عايز تعرف ليه؟ الورقات دي قد تمن البضاعه كلها. صبح الفطير نايم يا عميش. ها زمان الباشمهندس مناع جاي في الطريق، وان شاء الله لو جه وما لقيتش وكلت البهايم هياكلك انت. صدق اللي سماك حصاوي، بقى حمار الباشمهندس مناع هيعرف منين ان المواشي دي ما كلتش. هتشتكي له اياك يعني؟ امال ايه طبعا، امال هو سموه باشمهندس ازاي؟ طب قالك انت، انا لقيت في يوم من الايام وما كنتش فاطر فيه، اول ما يجي يبص في وشي على طول يقول لي انت ما فطرتش النهارده يا حصاوي. صح، اقول له صح يا باشمهندس عشان تعرف انه عارف كل حاجه. لا قول لي يا حصاوي، امسك امسك. لا قول لي حصاوي، بحكم يعني ما انت معرفه قديمه بالباشمهندس مناع من ايام ما كان في الجامعه وكنت بتخدمه في الشقه، الباشمهندس مناع يعني؟ لا انا ما اقدرش اقول لك على اسرار سيد مناع ابدا، ده كان يقتلني ويدفني تحت رجلين البهايم. اصل يعني كنت عاوز اعرف هو من اي مركز في محافظه سوهاج. تبيني وبينك يعني ما شفتلوش لا اب ولا اخ ولا اي حد من قرايبه بيزوره. بص يا سيدي، لما انت هو في الاول كان ساكن في مركز سوق البليانات، ولما ربنا كرمه دخل الكليه وراح كليه الجامعه، كليه الجامعه الزراعه، هو من يومها هو قاعد هنا في سوهاج. وعلى فكره هو والد عز من يومه ومن عيله كبيره قوي. عز ايه اللي يخليه يشتري مزرعه مواشي ب 10 مليون جنيه؟ لو كنت سألت لنفسك يا سيادة المقدم انت حكيت لك على كل حاجة بصراحة، وهتلاقي كلامي مظبوط زي الورق اللي عندكم. يا سيدي مناع بيه، الحمد لله على السلامة يا سيدي مناع. ده الواد عميش التباع بتاع مصنع العلف.
سيادة المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث يا ابن المحروجة. أقول لك إيه يا بيه؟ ما تتفضل معايا على مكتبي، أرسيك على كل حاجة بالورقة والقلم. تفضل يا باشا. قهوة تكيل. مظبوط يا منع بيه. مين قهوة مظبوط بسرعة يا ولد؟ احنا مش بنشك فيك لا سمح الله يا منع بيه. احنا بس بنعمل تحرياتنا عن الشخصيات المهمة اللي ظهرت فجأة في محافظة سوهاج. أنا عايش في سوهاج من أيام ما كنت طالب في الإعدادية في البالي أنا. ونقلت هنا من أيام الجامعة. وكملت حياتي في سوهاج. يعني ما ظهرتش فجأة. بس لما تشتري مزرعة الحاج عبد الكريم وتدفع له 10 مليون جنيه كاش تبقى ظهرت فجأة. سيادتك تعرف طبعا اني خريج كليه الزراعه شعبه انتاج حيواني، ولما خلصت الجامعه وما لقيتش عندي مشكله في الفلوس قلت اشتغل بحر مالي. لا طبعا انت حر يا مناع بيه، بس من حقنا نعرف مصدر الفلوس دي منين عشان نكف البحث ويبقى ملفك عند الحكومه مستوفى وسليم. اظن برضك ان سيادتك تعرف من شهاده ميلادي يعني اني مولود في قنا. كان حقك تسال الاول، أنا ليه عشت محوط في سوهاج الفترة دي كلها؟ يا ريت تقول لي يا باشمهندس. أنا اتولدت يتيم. الطار كان سألت كلها. ما خلاش فيها ولا نفر إلا خالي. الله يرحمك يا خالي. وقال لي إن إحنا كنا أغنياء. وإن هو استلم ورثي وخلاه أمانة عنده. لحد ما أكبر واعتمد على نفسي. ولما حس إن الأجل قرب، جابني. وأعطاني فلوسي، وأيامها كنت لسه في ثانوي، حطيتهم وديعة في البنك، ولما تخرجت فكيت الوديعة واشتريت المزرعة. كل الأوراق دي شفناها ودرسناها. تفضل يا شمس. يلا روح. أمال إيه الحكاية؟ فيه غلط عندي. حاجة بسيطة في شجرة العيلة بتاعتك. ما أنا سبق وقلت لك. أهلي وناسي مالهمش ذكرى عندكم، لأنهم لا كانوا بيعملوا بطايق ولا شهادات ميلاد قبل ما تولد. لما بحثنا على الكمبيوتر عن خالك الدكتور توفيق ما لقيناش لي أخت اسمها وجيدة، لكن هو فعلا كان دكتور وبيشتغل في مستشفى عام بقنا. الله يرحمه ويحسن إليه. هو اعترف لي بالسر ده قبل ما يموت. قال إنه مش أخ أمي وإنه كان صاحب أبوي. حرب الطار ولعت في البلد أبوي خاف على مرته الحامل وداها تعيش مع صاحبه الدكتور ومرته، لكن الطار ما بيرحمش. حتى أنا اتولدت في رقبة دم، ولما خافوا علي ادوني السهاج الضارة وسط عيلة الحاج عبد موجود. لكنه لقيت اللي ينكش عليا ويعرف أصلي وفصلي. الخوف لا انقتل، هنقتل على قد ناس معرفهمش. ما تخافش يا باشمهندس، انت راجل نظيف وكل أوراقك سليمة وتقدر تشتغل براحتك، وريت كمان تعمل لنا مشاريع كبيرة تفيد بيها البلد. أنا متشكر يا باشا لحسن ظنك فيا، ويا ريت المعلومات دي ما تطلعش برا الإدارة. سيادتك عارف أنا عشت طول عمري مطرود بسبب التخلف والطار بدون أي ذنب، وجايز أموت برضك بدون أي ذنب. من هنا وجاي الناس مش هتعرف غير الباشمهندس مناع حسان صاحب اكبر مزرعه مواشي فيك يا سوهاج. كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك يا اخوي، ربنا يكرمك. يا ابوي والله اتبهدلت يا مناع. ناس من الحب شافوا اسير.
اللي جابك هنا؟ انت لسه ما سافرتش الناجع الا لغايه دلوقتي، المفروض تكون هناك عشان الطلبيه. انا عارف شغلي زي المنظم حياتي، وياريت تقوم دلوقتي، الحكومه حاطه عيني عليا من ساعه ما اشتريت المزرعه. الاسعار الجديده اللي طلبتها ازعجتنا جدا، وكان لازم اجي لك عشان اعقلك او اكشفك. ما احبش الاسلوب ده، لاني ما بتهددش وكلمتي واحده، او طول عمري بعمل شغلي من غير ما حد يمسك علي حاجه ولا في ثغره تقدر الحكومه تخش لي منها. بلاش تكون انت الثغره دي وتضطر انا اسدها. ثغره؟ قصدك ايه؟ عايز تخلص مني؟ انا في الشغل ما اعرفش ابوه. قوم فز دلوقتي، ويا ريت تعمل نفسك بتشبه عليا ولا حاجه، وما تعملهاش تاني يا بنيامين. والله كبرت يا مناع وتعلمت تهدد. الظاهر انت اللي كبرت وخرفت وجاك زهر مر، ونسيت من هو مناع حسان الحويطي. الا لو في اي مخلوق مس امنه وسلامته بينمح من على وش الارض. اوكي، انا هستلم منك البضاعه في نفس المكان والزمان، وهيكون لينا حساب بعدين. احلى ورق عنب يا مناع بيه. هو مين ده؟ ده واحد كان بيشبه علي. ما تشغلش بالك انت يا جابر، رجبه اللي جاب ابوك سدت نفسي. هطول يا جاموس ابيض هتبهرون. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتحدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي، وبإشارة واحدة من يدي الرصاص حينزل فوق راسكم زي المطرة. نصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف بتبيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني اجدع منك وبيسمع الكلام، مش كده يا دياب؟ تحت امرك يا خواجه، ومن دلوقتي اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وانا سلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، ان شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد اهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لابوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت يا ولد اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن نرجع نبقى نتحاسب، وعيلتك كلها هتدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي امر رجالتك يعاودوا عن نرجع. جهزوا نفسكم يا رجاله نعاود عن نرجع. معلش يا صاحبي ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين، الخواجة ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس ابقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا رجالة يلا رجالة. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي، ده البلد تتقلب مجزرة. حط الشوال هنا عرعر، اوعى يا سعدور. ده شوال عينة يا خواجة، لاجل ما تعاين البضاعة وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن احلى حشيشة. ما انا عارفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين، انتوا بقيتوا رجالتي. لا انا عارف كل حاجة، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب، عايزك تقول للرجالة بقى يحملوا البضاعة في العربية. عرعر حط الشوال ده في عربية الخواجة، وانت يا سعدون
قول للرجال يجيبوا البضاعة من هناك. يلا. لا فيش حاجة هتتنقل غير لما استلم الفلوس وعدها بنفسي. كون في علمك خواجة كل الرجال اللي انت تشوفهم دول فطوع عنا مش فطوع عمي. بسيطة يا جاكوب، هات له شوال يعدي فيه الفلوس. يلا يا رجالة البندرية اركنوا سلاحكم وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعة. يلا نروح نحمل الفلوس. لما يا رجالة معلش يا خواجة تزعلش من همام والد أخوي لسه صغير برضك. يلا رجال همّوا المجموعة دي تطلع من يمين الجبل هناك. المجموعة دي مع عم ناجي هتطلعوا من فوق وتلاقوني عند فتحة الجبل من الناحية الثانية. مجموعة الجمال عالتبة فوق. يلا رجالة والباقي يجوا ورايا. يلا هاد هم شوية هم. يلا تلحلح يا بو اربط شالجين. ايه ده يا سلامة الشوف يا خواج. سلامة مناخيرك يا اخويا. دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنة ايه؟ دي حنة صح يا رجالة. اكشف على باب الباب. ارمي سلاحك ارمي سلاحك ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب بسلاح. وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجة انا محروق اكتر منك. وانت حسان اضحك علينا. ادينا سلاح واحنا نحصلهم ونخلصوا عليهم. قول ابن اخوك يرجع تاني لا طاير نفوقك. طيب طيب هات الفلوس يا همام هات الفلوس. مالك خواجة زلالك ايه؟ خد فلوسكم ايه؟ ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم. الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقولك. ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في عينك يا خواجه. احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكوب علمه الادب جدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نقتل. خلاص يا همام خلاص. عايزين مننا يا خواجه بفلوسكم خدتوها. انتوا كلكم اغبياء. وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم. وعشان كده لازم تموتوا كلكم. واول واحد بسرعة. شوفوا انقتل ولا لا؟ الخواجة من يهرب وما خدش فار عمي يا مناح. لو كان هرب تبقى مصيبة. ده خطر علينا كلنا. لازم اقطع عليه الطريق بين اليمة التانية وخلص عليه. عم ناجي طهر المكان وقول الناس اللي اتصابت عن ناجي وما تخافش علينا. حاضر يا مناح يا ولدي. ما تخافش اطمن. خلي بالك من نفسك انت. مناح
خدني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعه. جاكوب 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 ألف خسارة جاكوب. كده تخدعني يا مناع، هتدفع الثمن غالي يا مناع. يلا رجالة شوفوا مين اللي وقع مننا ومين اللي اتصاب، وشوفوا عمكوا دياب. يا دياب الحقني يا ناجي. يا دياب الحقني يا ناجي. دياب الحقني يا أخوي. دياب سلامتك. أموت. سلامتك يا دياب. أموت يا ناجي. سلامتك أخوي. اطمن انت بخير. الطلقة بسيطة جات في كتفك. همام همام ولد اخوي يا ناجي، اتقتل ولا لسه حي؟ لا اطمن همام بخير. راح مع مناع ولد اخوي ورا الخواجة بيطردوه، وبإذن واحد احد مش هيعاودوا الا لما يكونوا جابوا اجله. اطمن. اسرع بقى شوية، خلينا نوصل أصفار. مش هسيبك ترجع النجا يا مناع أبدا. اسرع اسرع مات. يا دعاء رجالة ربنا يسلم وينصر رجالتنا. قولوا يا رب. يا رب. قولوا يا رب. يا رب. يا رب. نشكر رجل الأعمال البشمهندس مناع حسان على مساهمته وحبه لهذا البلد، وأرحب بالخبير العالمي بروفيسور فاي هايزر الذي انتدبته المنظمة للإشراف على المشروع من أجل بيئة نظيفة. Thank you. I'm here to thank you all in the name of our important organization, of which you see the extent of its activities all over Egypt, for more welfare for Egyptians and a clear environment for humanity. And to thank you all and promise you success.
إني هنا لأشكركم جميعاً بالنيابة عن منظمتنا الكبيرة التي ترون امتداد نشاطها في كل ربوع مصر من أجل خير عميم للمصريين وبيئة نظيفة للإنسانية كلها. أشكركم وأعدكم بالنجاح. شكراً على تعاونك أستاذ منان. شكراً، شكراً يا غرفة صغير. أنا هايزة. الخوف من المسؤولية دليل على تقدير حجم المسؤولية، وده أول خطوة من خطوات النجاح يا منان بيه. والله يا باشا موضوع ثقة الناس دي وأصواتهم أمانة، بتهيألي أنا مش كده، وبعدين يعني أنا ملياش في موضوع الظهور والإعلام دي. شوف يا هانم البيه جوزك بيقول إيه؟ عايز يخيب ظننا فيه وينسحب من أولها. ليه كده يا منان؟ ده أنت كان شكلك حلو قوي. ها قولي له عشان ما كانش مصدقني. هي الحكاية بالشكل. طب نتكلم في الموضوع ده بعدين، وانا متاكد انك هتلاقي الموضوع بسيط. استاذن انا عشان عندي مشوار. سلام يا باشا، مع السلامة. باشمهندس مناع، لازم الهانم الجميلة دي مراتك. انا بروفيسور جاكوب فاي هايزر، خبير عالمي في البيئة والزراعة، والدراسات بتاعتي والابحاث بتاعتي بتدرس في كل جامعات العالم. أهلاً وسهلاً. أهلاً يا خواجة فرهنزر، مالك؟ واضح أنك تعرضت لحادث مؤلم. للأسف وقعت من على ظهر حصان شاي قوي، سبب لي فكسور كتيرة وسنوات طويلة من الألم. غلطان، كان لازم تاخد بالك برضك، ما هو مش أي حصان ممكن يتركب. بس الحصان لما يبقى أصيل مش لازم الواحد يستعجل في ضربه بالرصاص، لازم نتروى في ترويده. بس لو استمر في العناد بتاعه ملوش غير انه هو يترمي للأسود ياكلوه حي، لانه مش عارف مصلحته فين. بروفيسور، العربية في انتظار حضرتك. بعد اذنك يا هانم. بعد اذنك باشمهندس. بعد اذنك، اتفضل. ظريف البروفيسور ده، وبيتكلم عربي كويس قوي. مناع يعني شكله عايش في مصر من زمان، بس مش نظراته غريبة شوية ليك؟ كأنه يعرفك. وانت بتديله يدك يبوسها كده عادي؟ فاكر نفسك في جوهانسبورغ اياك. اتفضل يلا قبل ما ناكل لقمة مع العيال. اتفضل يا خواجة. ميرسي. بروفيسور قرب وصل، هو معاده الساعة 5 بالظبط. قول لي مين اللي اختار الشقة دي للبروفيسور؟ دي شقة بتاعت الجماعة، بيستقبلوا فيها كبار الضيوف، وأنا هنا السفرج الخصوصي بتاع الشقة دي، وانا واجبي ارحب باي ضيف يقعد في الشقه دي لغايه ما يمشي. انت نوبي يا فلان. ايوه نوبي ومن كلبشة. لكن الغريب ان حضرتك بتتكلم مصري زينا يعني. واتكلم نوبي كمان. مسكاجنا الناريو. مسكاجنا كمان. والله حاجه غريبه خالص. لا انا عايش في اسوان بقى لي 20 سنه واعرف كل شيء عن نوبه ونوبيين. وتعرف البروفيسور فاي هايزر منين؟ بروفيسور صديق قديم، هو كمان بيحب مصر ويعرف مصر كويس. طب ان اذنك بقول له سيادته شرف. تيك يور تايم. الحمد لله بالسلامه يا بروف. سربرايز مش كده؟ صديقي ممتاز مستر فريمان. لا لا، انقاذ حياه البروفيسور واجب علينا كلنا، انت قيمتك كبيره قوي للانسانيه كلها. وانت فريمان اسمك بقى كبير قوي. نو انا بلعب في الماضي، لكن انت المستقبل. الزراعة يعني أكل وحياة شعوب، والحقيقة بتقول إذا ملكت طعام الناس حكمت وتحكمت. أوه، إيه الكلام الحلو ده اللي وحشني؟ لما شافني وشه صفار وحمار واخضر ما بقاش مصدق عينيه. أكيد في خطة كبيرة للانتقام. الانتقام سلاح نستخدمه مش هدف نوصله. الأسباب اللي تخلي المنظمة تبعتك هنا في سوهاج بدل أسوان أكيد أسباب كتير، وأعتقد إن وجود مناع هنا له علاقة. فريمان، أنا مش عارف كل حاجة. أنا وإنت وغيرنا في المنظمة لازم ننفذ خطوات. لن أقدم خطوة ولا نأخر خطوة. أنا الخطوة بتاعتي بقى هنا في سوهاج إني أعمل علاقات مع الناس،
أكسب ثقتهم بأي طريقة ممكنة. بس أكيد جواك رغبة للانتقام اللي قتلك وقتل جاكوب ورجالته. جاكوب، خسارة جاكوب. أنا أصريت يحطوا اسمه في اسم جديد، جاكوب فاي هايزر. يبقى أكيد في إصرار أكبر على قتل مناع. شور، ده كان سهل قوي بالنسبة لي وأنا في روما. أقتله، مش هو لوحده، هو وأبوي تشينو في حبل واحد. بس الإدارة رفضت فكرة الانتقام دلوقتي. ما هو نزولك في البلد اللي فيها مناع يعني إن مناع داخل في حساباته؟ حبيبي، أنا راجع المرة دي ومعايا جيش كبير، وعيني مش على بلد صغيرة زي سوهاج. فهمت؟ أرجوك ما تسألنيش تاني. أوكي 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 أوكي، أنا بس عايز أطمن عليك. الحمد لله على السلامة يا بني. أنا قلقان يا نافع، ده بيت حسان وسرقته مش حاجة هينة ولا ممكن هتعدي بالسهل. جمد قلبك يا كبير، واحنا هنسرقوا معزة ولا خروف؟ احنا هندور على تحويشة العمر، فلوس أو ذهب، ودي حاجة ما يعرفهاش إلا صاحبها، وممكن يكذبوا فيها. تحويشة العمر ده هنعرفوها كيف يا فالح؟ هيكون تأسيسها وين؟ في الفرن ولا تحت الأرض؟ بيت الكبير في أمان، والأمان بيخلي صاحبه ما ياخدش إخواني ويحط فلوسه في أي مطرح. وبيت الكبير ده هندخله كيف؟ هنكسروا الباب؟ خطر، لو حد شافنا هتبقى مشكلة. لو فتحه سهل يبقى مفيش مشكلة، بس الأحسن ندخل من السطح وما نسيبش أي قطر. الله ينور عليك، ندخله من السطح عشان يشك في أهله وناسه ودماغه ما تحدفش ناحيتنا خالص. ربنا يستر، ما تقلقش أنت. لو اتمسكنا نافع تبقى فضحتنا بجلاجل، وهنتعايروا بها العمر كله، وساعتها مش هيكفيني فيها قتلك يا وش الفجر. انت يلا على مهلك. ناوين السلاح يا ريس، على مهلك. ناوي يدك. صوتك لا يكون فايتين زرزور يحرس المطرح. قول لي هذا يا فالح، هندوره فين دلوك؟ لو انت مطرح حسان وعنديك ذهبات وفلوس هدسهم فين من غير ما حد يدرى؟ لو انا مطرح حسان وعندي فلوس وذهبات ما هدسهمش في البيت من اصله، هحطهم جوا نخله ولا ادفنهم في بطن الجبل. لكن حسان هيدسهم في الدولاب او بالكثير تحت السرير. قطه تعالي. راهنك من غير ما ندعبس هنا ولا هنا، شايل الفلوس في الصندوق ده. طب ما ناخد الصندوق هلا بيلا ونبعدوا بيه بعيد عن هنا. اجدي عمياني، مش نطمن الاول؟ يا ابو ده تجري الرزيق. لفني العتل، حكسر القفل. خد ايه ده؟ هدوء. ايه ده يا ملجرون؟ يلا يلا حبي حبي بسرعة حبي. يلا 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 بسرعة. الكتاب الأسود ده انتهى.
انا عارف اني بعرف اقرا واكتب، ما انا زيك حمار. ما يمكن كاتب عدد الفلوس اللي احنا بنسرقها. طب خلاص فتوله، خلي الطمر رجع الحاجه مطرحها. يلا يلا خد خد من لقيتك. Sleepy last one? Yeah, we'll take him home with us. It will be a bad surprise for him when he awakes there. Absolutely not. It will be a good one. Because he wants to be with us. خد بالك يا دياب، أي غدر منك هروح لحساني وأقول له وهتبقى مجزرة. كأنك عبيط ولا ايه؟ خبر ايه يا نافع؟ ده انت اللي دسيت الفلوس بيدك تحت النخلة، يعني انا اللي مأمن لك مش انت اللي مأمن لي. وبعدين انا لو في نيتي غادر ما كنت قتلتك وخلصت. تقتل ولد عمك يا دياب؟ يكون في علمك. مرتي وعيالي عارفين اني سهراني معاك، يعني لو ما عودتش تبقى انت اللي عملتها. يا بو يا بو يا ده انت لو اتقتلت انا اللي ملزوم ناخد بطارك. يبقى نكتلك كيف يا ولد عمي؟ يلا بينا دلوقتي نطلع على مندرة الكبير ونبيته على المصطبة لغاية الصبح عشان نحبكوها قدام الكل. والله قالت نغنغ يا كبير، فلوس كتير قوي تغنينا العمر كله. بطل رط في الكلام يا فجري، ياما الموضوع يتم على خير، عشان الموضوع ده لو اتكشف هتضيع فيه رجاب كتير. عشان كده عايزك تخلص خالص، تقطع لسانك فهمني، واول ما نوصل البيت هنديك قرشين تصرف منهم عشان ما تتسرعش على الفلوس. بس بقول لك ايه، تصرف بالعقل عشان ما يقولوش جبت الفلوس دي من وين. يلا بينا قبل النهار ما يشكشك علينا. يلا يلا يا حزن ابوي. اهدي يا خواجه، حريم قعدك دي من غير لا حياه ولا خشه. شفت بقى راحت عليك نومه في القطر جت بفايده ازاي؟ لو ايه جت بعد ما مسكت صحتي. تحب نقعد ونشرب حاجه وتتفرج براحتك؟ نقعد قوي قوي يا خواجه. اه ده واتفرج كمان. يا سلام وانا طول. او فرصه برضو نكمل كلامنا في الجو الجميل ده. امي خواجة، أنا قلبي قلقان منك، حاسس إنك حفر لي حفرة علشان الحكومة تقبض عليا وأنا معيش بطاقة. بسيطة يا حبيبي، نعمل لك كارنيه تبعنا تمشي بيه وأنت مطمن. كارنيه يعني إيه؟ كيف البطاقة دي؟ مظبوط، لو قبضوا عليك وشافوا الكارنيه معاك هيتصلوا بينا في المؤسسة يقولوا لنا الراجل ده تبعكم، نقول لهم تبعنا يسيبوك على طول. أحبك يا خواجة، أحبك يا خواجة. يا سلام يا سلام يا أولاد. حكمان يا خواجة، لما بنزل البندر بحس إن أنا قلبي وجع في رجلي. بس لازم تقعد هنا يوم أو تجينا يوم تاني عشان تستلم الكارنيه. يوم إيه؟ قول اتنين تلاتة عشرة، المهم إن أنا أخد البطاقة. بسيطة قوي، يبقى أنت كده ضيفي وطلباتك كلها مجابة. هفسحك وهبسطك، وهو بالمرة برضو هيبقى فيه شغل كبير قوي بيننا. بتعرف يا خواجة؟ اه. انا اول ما شفتك قلبي ارتاح لك. وانا كمان، شنطك سبقتك. احنا عم بنخاف مش من حد، وانا اذا كنت جيت النهاردة علشان ارد على اتهام غاوري، انا جيت كمان عشان شاهدكم كلكم على عقد البيع زي ما طلب مني الخواجة السنيور. العقد قدامكم اهو. انت هتلاوع في الكلام ليه يا همام؟ عيب عيب يعني؟ قول الحق طوالي، ده انا شفت الفلوس معاكم قدامي بالنهي. ده الفلوس المسروقه مختومه بخيطكم اياها، الفلوس الحكومه وموجوده عند كل الناس.
واحنا طول عمرنا مغاوري معانا فلوس. فلوسنا حلال ونعرفها ومعلمينها كمان يا همام. احنا ما تهمناش فلوس قد ما تهمنا الخيانة. ورقدة اخوي في المستشفى دي ثمنها غالي قوي. ولو ثبت ان الفلوس اللي معاكم دي فلوسنا هيكون الثمن كبير. اكفى غلط يا ناجي. الفلوس هشوفها بعينيك. واللي دفعها لي قدامكم اها الخواجة السنيور. يا جماعة يا جماعة الفلوس دي بتاعتي انا. اديتهم لهمام ثمن لبيت الست ام جميلة. والعقد معايا اهو. بصم عليه الست ام جميلة وهمام ودياب وشوي. معناته ايه الكلام ده يا همام؟ معناته ان انا دفعت 1,000,000 جنيه لثمن بيت الست ام جميلة بالارض اللي حواليه. والفلوس ايه يا اخوانا؟ هاتها يا عمي. شوفها بنفسك يا سيناجي. فلوس اهي. الفلوس دي مش فلوسنا، دي فلوس نجسة. فلوسنا في عرق الناس وتراب الأرض. الحمد لله. يبقى عيب عليكم يا ناجي يا ما تتهمونا بالزور. فلوس هتطلع هتطلع هتروح فيه. هنقلب النجعة ونفتش بيت بيت لحد ما نطلعها، واللي هيعترض على التفتيش هيبقى هو الحرامي. كلام الرئيس ناجي تمام. اللي مش حرامي ليه خاف؟ عشان خاطر السنيور انا هوافق، بس بشرط البيوت كلها هتتفتش، لان اكيد اللي عمل العمله دي واحد من اهل النجا، عشان مفيش بيننا اغراض. ده عندك العيبة كبير البندرية. يبقى نتفق ونحط يدنا في يد بعض. انتوا تفتشوا بيوتنا واحنا نفتش بيوتكم، والبيت اللي هنلاقي فيه 2,000,000 جنيه يبقى هو الحرامي وينقتل مهما كان هو مين. نسأل الأول مين في بيته 2,000,000 جنيه غير الست أم جميلة. ريح نفسك يا خواجة وما تنحشرش بيننا. محدش كان طلب شرطة، احنا كلنا هنا أهل ونعرف مين فينا الغني ومين فينا الفقران. بالعادة ده أنا بقيت من أهل الناجع، لازم يبقى ليا رأي. انت ضيف اللي جابك هنا، ولو طلعت منك عيبة هيدفع ثمنها همام والبندرية كلهم حسب عرفنا اللي انت ما تعرفوش. اقبلوا اهل النجع، خواجات اغراب يدخلوا بيوتنا وحرمنا ينكشفوا عليهم. لا اسلم فمك يا ناجي. مش عايزين اغراب تدخلوا وسطينا. يمين بالله لو غلطوا في حقنا غلطة واحدة لكن لامم اهل النجع كلهم وطربق البيوت اللي هم قاعدين فيها على دماغهم. هم واللي يدافع عنهم. أظن كلامي واضح وصريح. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أبو الهام مستحيل يكون الحرامي من عيلتنا. تاني هام اللي يتجرأ ويسرق بيت كبير عيلة حتما ولازما يكون في حمى كبير عيلة تاني. ومحيط إن همام كان برا النجع، يبقى دياب عنده علم بالسرقة وعارف مين اللي سرق. كلامك صح وعين العقل يا ود عمي. واللي سرق لازم يخبي عملته، وخصوصا لما يكون كبير. يبقى كان لازم نافع يتجرس ويموت ليلة السرقة وياخد سره معاه في القبر وما يكشفش عن شريكه. كلامك صح يا ولدي، واحلف على كتاب الله ان اللي عملها دياب وعارف مين اللي سرق. يعني بعد ما سرق الفلوس جاب الحنش يقعد نفع؟ ده كلام معقول ده؟ مش معقول. ليه؟ ليه ما يكونش دياب هو اللي عملها بالعنية بعد ما خد الفلوس من نافع وطمع فيها؟ خاف أمره يتكشف ويتفضح. يا شغلانة يعني اللي يجيب حنش يقرص الراجل وهو نايم جاره. والله ما اخوالتي
أنا مغوري، كأن كلامك حقيقة. هي دي الطريقة الوحيدة اللي محدش يشك فيها في دياب. أيوة، عشان يفضل سر الفلوس اللي اتسرمت معاه. عشان كده دياب كان محروق قوي، وقالوا إنه متكفل بمرة نافع وعياله. بس إحنا فتشنا بيت همام، وأنا بنفسي اللي فتشته مع حميد ومعاطي، لكن ما لقيناش حاجة. يبقى كلام أبوك صح، محدش يعرف سر الفلوس دي غير دياب، وهو اللي عارف مخفية وين. والله قلبي ارتاح لما وصلنا للحل. اسمعوا رجالة، احنا ما عايزينش حد يعرف بلفنيتنا. احنا نكملوا تفتيش البيوت من سكات، ونحط دياب تحت عينينا من غير ما يضرب. وانا حنط لهم كل يوم بحجة حق مرتي في ورث ابوها، وهحط عيني عليه. تسلموا يا عيلة حسان، هو ده حسن التدبير. مش عارف اقول لك يا مناع، لكن قصروا، انا حاسس ان دوري مع اهلك وناسك انتهى لحد كده، واجب اعاود لاهلي هم اولى بيا. يا راجل اقعد، الكلام اللي بتقوله ده حدث لك على طرف؟ ما عادش لزوم الحديد. انا مهما عشت وسطيكم فانا غريب، لا حق لا اتجوز منكم ولا تحسب عليكم. مين قالك ده يا عمر؟ انت زي اخويا يا راجل. قول لعمك اللي شافني بطيب خاطر نسمع عدها علي عيبة، مع اني والله ما لمستها، انا بعملها كيف اختي. تقول لي على اخلاقك يا عمر، انا عارفك ومعاشرك سنين. خلاص يا مناع، الظاهر عشرتنا اتقطعت لحد هنا، والحمد لله. هطلع من عندكم لمعايا الف ولا الفين، هطلع بخلقات اللي علي. يا راجل كفاك حديث ماسخ، وانا لولا بعتبرك زي اخوي كنت امنت لك تروح مع نسمة تجيب خلقات لابوي. بس انا خنت الامانة يا مناع، غصب عني مش بخاطري، ما طلعتش من عيبة، لكن غصب عني قلبي مال ناحية نسمة، وحسيت اني ممكن اكمل معاها حياتي في الحلال. لكن قبل ما اخد خطوة واحدة عمك قال عني غريب. انت قلت لها انك عايزها؟ ايوه قلت لها، بس قلت لها عشان نعرف رأيها قبل ما نطلب يدها. لكن الظاهر ان الظروف كلها ضدي، سواء كان عايا ابوك كوني غريب عنكم. صعبت علي يا صاحبي، لو كنت قلت لي قبل ما تندب وتروح تلوش كنت شفت لك حل، لكن دلوقت كيف نسيبك تعيش وسطينا؟ انا عارف عشان كده اخترت الحل. وليه تختار الصعب؟ نخطبها لك الظاهر عشان اتجوزت من برا العيلة، نسيت عوايدكم في جواز الأغراب. انت ما بقيتش غريب يا عمر، انت خلاص بقيت واحد مننا. سيب الموضوع ده علي وانا هخلصه، ما تقلقش. جرية مناع، واقف تتسامر مع البشمهندس وكأنكم بتتفقوا على حاجة وعرة قوي. خلينا نتكلموا بالعقل يا عمي، عمر حكالي على اللي حصل. ما تعدهاش يا مناع، وخلينا في اللي احنا فيه دلوك. عمر طلب يد نسمة مني وانا وافقت، ده بعد اذنك طبعا يا عمي. احنا ما نرميش لحمنا برا العيلة، فضها سيرة، احنا في جلة ولا شم ورد؟ نسمة اختي وانا اعرف مصلحتها زين. اختي شهاد، ابوك لسه عايش وحسه في الدنيا. خلاص نروح نقول له، وانا سامعك موافقته بودنك. لا يا مناع، ابوك مش حمل حديث ولا كلام، بناقص. انا مع نسمة، الوقت مش مناسب. لا مناسب، أبوها تعبان صح، لكن يعرف زين مصلحة العيلة ومصلحة نسمة. ولا يهمك يا نور عيني، يا حبة قلبي من جوه، هو سواد الليل ومن الفجر هروح أكسر بيت الخواجات وقعدك فيه معززة مكرمة لغاية ما نخلصوا بيتك اللي حيكون أحسن بيت في النجا، وبعد كده مش هنفترقوا عن بعض أبدا. مش معناه اللي نطلع من البيت، هو أنا مش ليها فيك زي اللي ليها ليكي؟ ده أنت حتى ليك الكوم الكبير كمان،
بس برضك ما تنسيش ان هي ام عيالي والعيال ما يستغنوش عن امهم زي ما انا ما اقدرش استغنى عنك يا نور عيني. واديني معاك اهو وهنقضوا مع بعض احلى ليله في الدنيا. ايه ده؟ تسلم لي يا سيد الرجاله، هو في احلى من نوم في الطراوه؟ طب ده انا الودي ودي يطلع علينا النهار والناس تشوفنا نايمين جار بعض علشان يجوا يباركوا ويهنوني على ساعتي. خبر ايه؟ مالك قلبتك ده كانك فرحانه باللي هيحصل. قلبي طاير من الفرحه، فزت بسبع السباع. تسلم لي يا سيد الرجاله. في ايه يا ولية؟ يا جارتي انا يا ماما. مين؟ مين اللي بيخبط؟ افتح يا شوقي، انا في سمرت نافع. يا مرحبا يا مرحبا، اتفضل. كتر خيرك يا اخوي، انا بس عايزاك في كلمتين واحنا قاعدين هنا. ما يصحش، دي بيت واد عمك. اسمعني قبل ما تطق من جنابي. اتكلمي براحتك. اغراب الشومه بالحمد جاني يقول لي خبر اكحل، النافع هو اللي سرق بيت حسان ولقي الحجاب بتاعه واقع منه. يعني هياخدوا بتارهم الميتين؟ هما لقيوا فلوسهم والحكايه دي خلصت خلاص. لا ما خلصتش، انا عارفه جوزي زين ده خواف وعمره ما يقدر يعمل عامله كيف دي وحديه من غير حمايه. شوف يا بنت عمي، موضوع ده شر، كل ما تقفل يكون احسن. بس حرام العار يحط على راس انا وعيالي من غير ما يحط على راس اللي شرك جوزي، ويمكن كمان هو اللي جبره على كده. يعني فيسة الحقيقه كلنا عرفناها بالعقل، بس الحديد فيها يحط بالعار على راس العيله. يبقى ما فيش غيره غدياب، هو اللي وزه، مش بعيد يكون هو اللي قتله من خوفه لا يتفضح. في حد يجرس حنش من غير ما يصرخ ولم عليه امه لا اله الا الله؟ يعني ايه؟ يعني اللي نايم جاره ده هيقوم، مش يقعد نايم للصبح. انا كان قلبي حاسس. طيب يا دياب، طب ورحمه نافع مطروق النار اللي في قلبي الا بدمك يا دياب. وجه الله، الله يرحمك يا دياب. بقايا في حياتك يا همام. لا ناجي، انا مش هاخد عز عمي غير لما ينقتل ابو الحمد. على اي حال انا جاي اقول لك شد حيلك، فضلش اللي انت دلوك للعيله كلهم في حمايتك ومتعلقين في رقبتك. فرصه ولد عمنا نبتدي من جديد وبلاها زراعه الحشيش دي ولو انها طلع من عيني. اسمع يا همام، كيف ما قال مناع ولد اخوي، الحكومه عن قريب جايين هنا هيحطونا على الخريطه ويضمونا لاقرب مركز، علشان كده ما يصحش يعني الحكومه تجي النجع يلاقونا بنزرع حشيش. احنا سمعنا الحديث الماسخ ده قبل كده وما فيش حاجه منه بتتحقق، وبعدين لما نبقى نشوف نفر واحد من الحكومه جاي على بعد 100 كيلو نبقى ساعتها نقلع الحشيش ونقول لهم اهلا وسهلا. بكيفك، وانت حر في اهلك وناسك.
الا مفيش حد من عيلة عبادي جاي عزينا كيفكم؟ كيف همام؟ انت ناسي ان دياب الله يرحمه قتل عبادي وسناري؟ كيف عاوزهم يجوا يعزوك او يجملوك؟ صح، ومش بعيد ينصبوا عز عبادي وسناري الليله شماته في عمي. لو عملوا كده يبقوا غلطانين، كانوا هم بيقولوا ان ليهم يد في قتل دياب. لا اله الا الله، اهدى. عشتوا بندريه، عشتوا رجاله البندريه، لقيتوه وقتلتوه؟ ها لقيناه مرمي على الطريق قاطع النفس. اعوذ بالله، وشه عليه غضب ربنا، ده ما يدفنش في تراب مسلمين. ده شوفوا له اي متوى، وشه مزند كانه مخنوق يا ناجي، ولا يكون طصته عربيه. خدوه خدوه، افحطوا له فحته وارموه فيها. دلوقتي اقدر اقول لك البقايا في حياتك يا كبير البندريه، والليله هجيب رجاله العيله وهناجي نعزيكم. شايفك ده ناجي؟ خذ بنصيحتي يا ولد الناس، وارفع راسك وسط الناجع، وقول انك خدت بطارك من ابو الحد اللي قتل دياب عمك. انصب العزا وتوكل على الله. ولو العبايد نصبوا عزاهم الليله، انا هروح لهم وهقول لهم يكسروا الشر، وبلاش يدعوا نفسهم بالكذب حاجه ما عملوهاش. شوف يا ناجي، لو العبايد نصبوا عزاهم الليله، هيبقى اعتراف منهم انه هم اللي قتلوا عمي. ايوه، ويتحمل النتيجة. راس عمي بعشرين راس من العبايدة. ولا واحد ولا عشرين، هي على كده خلصت خلاص، والبقية في حياتك يا كبير البندرية. يلا يا مغاوري. يلا كبير، حياتك الباقية يا ناجي. صدق الله العظيم. كريم يا ابني، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، ودع عزا عمك همام وخلص. كيف اخد عزاه والعبايده نصبوا صوانهم بالعند فيا كانهم بيعترفوا على روحهم انهم اللي قتلوا عمي؟ صدقني، ده جسر ديل وشماته مش اكتر، والدليل على كده ان مفيش اي حد منيهم لحد دلوقتي قدر يرفع يده ويقول انا اللي قتلت دياب. طارهم عند دياب بقاله اكتر من 6 سنين، كلهم شاهدين عاملة سنار وعبادي ليلة فرحة، كانوا يستحقوا عليها القتل. ما نصبوا صوانهم ليه لما ناجي راح لهم وحذرهم؟ عقل عيال، الواد والد عبادي مخه طاقم، فاكر انها شطارة منيه انه يقول على اي حاجة ما حصلتش وينسبها لنفسه. انا اقطع له راسه دي عشان يحرم بعد كده يتطاول على سياده. ايه يا همام؟ ايه؟ هتعمل عقلك بعقل عيل مخلول؟ شوقي منه لله، هو اللي قال للناس انهم لقوا ابو الحمد ميت على الطريق لوحديه. واه، واعمل ايه؟ العيله مش مصدقه غير الحقيقه، وبيقولوا مش ممكن يكون ابو الحمد هو اللي قتل دياب. ما دام نصبوا صوانهم يبقى هم اللي قتلوا عمي وقتل ابو الحمد كمان. يلا خلي الطار يبقى طارين، الليله هنطب عليهم ونقتلهم كلهم. بتاع قليل مالي همام، ما تولعش الدنيا اكتر من كده. صوان العبايده متحوط بالسلاح، يعني هتبقى مجزره عشان حته عيل عبيط ما يفهمش اللي يقوله، عامل نفسه كبير عيلته. احنا ممكن نأدبه بعدين. اسمع يا ناجي، اسمع يا مغاوري، خذوا رجالتكم وروحوا على بيوتكم واقفلوا عليكم بابكم، وما لكمش صلح باللي يحصل ما بيننا وما بين العبايده. ناجي، يلا ناجي، ما فيش فايده، ما حدش عايز يسمع الحديث، عملنا اللي علينا وخلاص. جبت المفيد يا مغاوري، يلا مع السلامه ومن غير مطرود. حرام عليك، حرام عليك ارواح الناس اللي هتروح هدر بسبب حكمك ده. شوف يا ناجي، كرامه عيلتي فوق اي اعتبار. مع السلامه يا عيلة حسان، كون في معلومكم مفيش اي عداوه ما بيننا وما بين اي حد فيكم، لكن انا مش مسؤول عن اي واحد ينقتل لو طلع من بيته كده. طب يلا يا رجاله، قدامكم ساعتين تخبروا العيله، وكل واحد يلزم بيته الليلادي. ساعة واحدة، ساعة واحدة بس يا ناجي، مسافة ما تعودوا لبيوتكم. احنا مش هنقدر نستنى اكتر من كده، عشان ما حدش فيكم يلحق يقول للعبايد. لا حول ولا قوة الا بالله، على اي حال انتم حرين. يلا رجالة شهير، يلا شوقي. نعمين يا كبير. عايزك تجمع للناس كلهم بالذخيرة والسلاح، الليلة هتكون نهاية العبايدة. يلا أمرك يا كبير.
الرجالة. بطل عمي مش عايز واحد في العبيدة عايش. يلا رجالة يلا روحوا اكتبوا بطلة. عارف ان هلاقيك هنا. انت طول عمرك لما كان حد يزعلك كنت تاجي هنا في حضن الجبل، وساعات كتير كنت بلاقيك رايح في سبع نوم. حسام مش ابوك واحده كمان، لا حسام كان ابونا كلنا. عمري يا ولدي ما حسيت انه اخوي وبس. طب تعرف كبرت واتجوزت وخلفت وبقى عمري 40 سنة، وكنت لما اشوفه جاي علي وفي يد سجارة كنت ادسها في سيالتي كيف العيال، مش خوف منه لا، احترامه وهيبة. أخويا الله يرحمه ما كانش في حد في الدنيا أحن علي منه. يا أبوي أنا عارف إن الفراق صعب، بس الحزن اللي أنت عايش فيه ده كيف الرملة الناعمة تبلعك من غير ما تحس بيها. قوم يا مناع، قوموا معايا يا ولدي، قوموا نفوق لحالنا. انت متعلق في رقبتك ناس كتير، من حقك تحزن عليه العمر كله هو ما يتعوضش، بس اللي مش من حقك ابدا انك تنسى واجبك لحظه واحده. رد علي يا ولدي مناه، قوم يا غالي. كده الواد همام طايح في البلد، فاكر انه بقى كبير صح، مش لاقي حد يلم، وخصوصا بعد ما عمه دياب مات وعملته السودة مع العبيدة. فاكر انك انتهيت منها وان هوى البندر سطلك ونسيت اهلك وناسك. قوم يا ولدي يلا، قوم معاي كده. طيب يا ولدي انا افوتك لحزانك، بس خلي العبايه دي على كتافك تحميك برضك بالبرد. ما بقاش في عندي أي كلام يا ولدي. بوي ما حدش قتله يا عمي، بس أنا قلبي معبي من ناس كتير قوي، حاسس إنهم مسؤولين عن موته، زي اللي بيجي عنده طار ستار مع ظروف وخلق كتير. أولهم همام بس مش آخرهم يا عم، مش آخرهم. مبروك يا مناع، ابتدينا حفر الأساس وقريب نصب الخرسانة. تعبت معاه كتير يا عمر يا جوز أختي. ولا تعب ولا حاجة، نسمة كانت قالت لي على حاجة. قالت لي إن يكون عندكم بيت من بابه
ويبقى كانه تبع البيت الكبير. ما عنديش مانع، اجال له لما ربنا يكرمكم بعيل ولا اتنين يتربوا وسطينا. يعني ابلغ المهندس والمجاول؟ اكرى الله. ما اقول لك ايه يا عمر، هي فين الشيكات اللي كنت اديتها لك؟ ها؟ لكن ليه؟ مصاريف المباني كتير، ولطفي جاب كبير عيلته وتعهدوا وسددوا الاقساط بداله. اقول لك ايه، فلوسك كنت حر فيها، كفايه ابو القمصان يعيش مديون وسط عيلته ومش بعيد يبيع لهم املاكه كلها. وانا قلت كده برضك، وكفايه لحد كده، ومفيش داعي اساعدك تقتله، خصوصا ان ما عنديش باينه انه قتل مرتك. هو كان وكيل النيابه لقى باينه وسابه، لكن انا عندي البينه. هو اعترف لي وقال لي اللي معاك يعمله. شفت غلط عينه؟ عشان كده حاولت تقتله وسط ناسه؟ وما قدرتش وضربوني، وبعدها اتصلت بيك. اهو ده اللي خليني مش متأكد، لأني جيت لك المستشفى في الآخر وجيبتك وجيت على طول من غير ما أسألك. تقصد أنك مش مصدقني في اللي قلته يا مناع؟ مصدقك، وعارف أن في طار ما بينك وبين لطفي أبو القمصان، لأن لما جبت له سيرتك الخوف بان في عينيه، بس مش خوف القاتل. أمال خوف إيه؟ خوف المقتول؟ خوف الزاني. الطار اللي ما بينك وبين لطفي أبو القمصان لأنه كان في حاجة بينه وبين مرتك. حرام عليك يا مناع، كفاية خوض في سيرة الأموات. اقعد، أنا عرفت كل حاجة يا عمر، وعرفت من أهلك ليه بتهرب من العار. فضايح مرتك مع لطفي أبو القمصان خلتك تفكر تضرب عصفورين بحجر واحد، تقتلها بيدك وتتهم عشيقها وتستغل شكواها القديمة ضده عشان تبعد الخيانة عنك. شكلك صدقت الكلام اللي قاله أبو القمصان لوكيل النيابة. لأن هي دي الحقيقة يا عمر، أنا متأكد إن أنت اللي قتلتها ورجعت شغلك في البلد التانية واستنيت الخبر يجي لك عشان تبعد التهمة عنك، والناس اللي معاك شهدوا في صالحك. قول يا عمر، قول، أنا معاك مش ضدك. لو أنت مكاني يا مناع، لو دي كانت مرتك، كنت هتولع فيها بنار؟ كان لازم اقتلها واخلص من عارها، كان لازم اقتله هو كمان، لكن ما طلتهوش، وطقتش اعيش معاها في بلد واحده. انا مش نيابه ولا حكومه عشان احاسبك على قتلك لمرتك القديمه، لكني بصفتي اخ ومرتك الجديده من حق احميها. كلام ايه ده مناع؟ انا مش قتال قتله، أنا قتلت عشان عرضي وشرفي. يا أخي، أولى بيك من انتقامك وقتلك لمرتك إنك تطلقها، ولا تسيبها تصبر عليك لحد ما توقع في الغلط؟ قصدك أصبر أنا عليها مش هي اللي تصبر علي؟ أقصد اللي قلته، ولنفس السبب ده عايزك تطلق نسمة وبجزرة وقطبها جحش. أنا عارف إنها اللي ممكن توقع في الغلط، بس برضك من حقها تعيش، وإنت فاهم. فاهم إيه؟ هي قالت لك ايه؟ انا طبيعي وزين ما عايش تسمع كلام تاني يا عمر. نسمح هتطلقها طلاق باين عندي المأذون بلا رجعة، والطلاق ده هيفضل سر بيني وبينك وبينها، وقدامك فرصة لحد ما نبني هنا، وطبعا ما هينفعش تعيش وسطينا. هي حصلت لحد كده؟ اديت عمري كله للأرض دي، بعد الطلاق نقعد ونتحاسب يا واد عمي، ولو لك حقها هتاخده، ولو عايزنا ننزلك معاه شغل في سوهاج
ما عنديش مانع. شقتي القديمة حسبها لك، وكيف ما كنت مخلص معاي هكون مخلص معاك. كتر خيرك يا صاحبي، أنا هقوم أغير خلقاتي عشان نروح للمأزون. مينفعش أقعد هنا ولا يوم واحد بعد كده. يا هان الكلام دي اسمع، أنا هعمل عملية استكشاف للأرض. بلاش دلوك يا حضرة الضابط، أحسن الأهالي يحسوا بحاجة ويعرفوا إنك مش المحاسب بتاعني. إياك أسمعك تقول لي حضرة الضابط ده حتى لو بينك وبين نفسك. أنا اسمي الأستاذ نبيل المحاسب. حاضر يا أستاذ نبيل، حاضر. لازم أشوفهم بيزرعوا إيه في الأرض دي وأدرس طبيعة المكان. ده شغل. ربنا يستر يا باشا، ربنا يستر. يعني مفيش فايدة تراجعوا نفسكم؟ كل شيء نصيب يا مولانا. طب يرمي عليا يمين الطلاق. انت طالق يا نسمة. انت يا نسمة انا خدت كل حقك. وابصم كمان، انا مش عايزة منه حاجة. انت يا عمر وربنا يعوض عليكم. أنا ممكن أعدي عليك بعدين يا مولانا عشان ناخد القساية. يلا يا نسمة. هنحصلكم العربية يا ولد. أنا والله حاجة تانية يا مولانا. قلتوا بعد أسبوعين خذوا القساية. في أمانة ليك معايا يا عم ناجي. فلوس اللي حطناها في البنك لحساب المباني ده شيك بالفلوس دي باسم مناع. ليه كده يا عمر يا ولد؟ كان حصل ايه في ده كله؟ أهلي في خطر في سوهاج، لازم أعيش وسطيهم. نسمة منهاش مكان وسط الخطر. طيب ايه مولك يا باشمهندس؟ لو نستناك لما الخطر يزول وترجع لها. بنلهاش رجوع يا عم ناجي، بنلهاش رجوع. خد يا عمر ده شيك بربع مليون جنيه، حقك في شغلك معانا السنين اللي فاتت كلها. انا حقي 150 بس، اخصم شبكه ومهر. يا سيدي دي كانت هديه لاختي. انا عارف ان مصاريفك هتبقى كتير لانك هتبتدي من جديد في سوهاج. انا اديت عم ناجي شيك ببقيه حساب المباني. من حق عايزك اول ما توصل على سوهاج تروح لمرتي تديها الجواب ده. اوعى تنسى يا عمر، ده مهم قوي. وعايزك انت وراكب القطر تفكر في الوظيفه اللي قلت لك عليها. والله متحير يا مناع، لسه ما فكرتش انا هعمل ايه. انا اقول لك تعمل ايه، تقبل الوظيفه وتقعد في شقتي القديمه لحد ما تراجع حساباتك وتحكم ضميرك. ضميري؟ انا هرد عليك بحاجه واحده. العجز جالي بعد ما قتلتها، مش قبل ما قتلها، لاني كرهت صنف الحريم. عن اذنك يا مناع بيه. يا اهلا وسهلا، احنا جينا حسب الميعاد، شنطه الفلوس في يدها هي. ايوه تفضلوا، انا مستنياكم. اهلا وسهلا. ايه ده يا ست هانم، كل دول تتعبيهم عشان يحضروا حاجه خصوصي زي دي؟ مفيش حد منهم غريب، دول قرايبي. احنا عارفين مقامك يا ست هانم، وعارفين اصلك وفصلك، وبعدين احنا ما جايينش ناويين على شر. احنا كل اللي احنا عايزينه نخلص الموضوع ونخلصه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا المهندس عمر من طرف مناع بيه، معايا امان. هي فين الامان؟ سلمها لها قدام بيد. لحظة. أيوة هانم، الباشمهندس عمر وصل.
صرف مدفون ما عرفش فيه ايه. طب انا عندي ناس بس قاعده معاهم جوا، هخلص منهم واقعد معاك على طول. عن اذنك. اتفضلي. هي دي شيكات لطفه بالقمصان؟ انت عرفت منين؟ القدر. القدر هو اللي ساقني. الحمد لله اللي جيت في الوقت المناسب. رايح فين يا باشمهندس؟ هشتري سجاير من تحت وجاي. وشنطتك؟ الدار امان. راجع تاني. كده الفلوس تمام يا فندم. خد راجع شيكاتك كلها. سلمهم بنفسك يا بابا. اتفضل. خد يا لطفي شوف شيكاتك وتأكد منها كويس. موضوع متهيألي كده خلص، مالكمش حاجة عندينا. يا راجل احنا مفيش بينا غير المعروف. المعروف للي يستاهلوا المعروف. انت بعد ما تجرجر ولد اخوي في النيابة زي الحرامية والمجرمين جاي تقول لي معروف؟ احنا اللي بيننا حق عرب ولازم ناخده. حق عرب؟ ده المفروض تدفعوا لنا الفلوس وعليها فوائدها، مش تقول حق عرب. شوف يا بنت الناس، انا ماليش كلام معاكي. انا حسابي مع جوزك مناع بيه، لازم اعلمه كيف يحترم ولاد الناس، لان كان المفروض قبل ما يروح النيابه يروح لكبيره ويشوف حيجيب له حقه ولا لا. يعني كنت جبت لي حق من لطفي يا كبير لما جيت لك وشكيت لك منه؟ عمر مهران لسه عايش؟ لو كان عمك بيحكم بالعدل جاب لي حقي. لكن يا كبير بدل ما تحكم بالعدل وتديني حقي حميته وفرحت بوساخته. حد كان قال لك اتجوز واحده فاجره تجيب لكم العار؟ عارها غسلته بدمها، لكن مش من العدل انها تذبح واللي غواها يعيش متهني. ايه ده؟ ايه المحسن ده؟ حسابي مع اللي غوى مرتي. لو حد قرب مني حط رقبته. سيبه يا عمر ارجوك، ما توديش نفسك في داهيه. انت لسه قدامك مستقبل. بعد انا ما فيش دخل. انا عشت عمري مستني اللحظه اللي هاخد فيها بطاري. مش هنسيب اخت تسحبه من وسطينا زي الخروف. اسمع انا بقولها لك اهو، لو مسيته يبقى جنيت على اهلك وناسك. انا بايع روحي ومش باكي على حد. مش هنسيبك تاخده من وسطينا، ولو حصلت ان شاء الله قتلكم انتوا قتلين. يطلع بيه يذبح قدامكم. يطلع بيه كيف؟ انت اتجننت؟ روحك هي اللي هتطلع يا ولد مهران. اي يلا كل الدنيا دول بسرعه. انا بسلم نفسي يا حضره الضابط، بعترف ان انا اللي قتلت مرتي. انا تحت امر الحكومه، ما عادش حاجه تهمني خلاص. الو رئاسه، في جيب بيتقدم شركه مناع محتاج قوه اسلام بسرعه. معناته ايه الحديد ده يا سنيور؟ يعني اتضحك عليا؟ اشتريت شويه حديد بالالوف دي كلها؟ مش انت بس اللي انضحك عليك، انت والغبي اللي اسمه ستيف. والدليل اهو، دي المفروض انها قنبله، اول ما بتنزع الفتيل كده اهو وترميها. حاسب 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 يا سنيور، هتفرجع فينا وهتموتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ القنبله، القنبله في شنك. ما قلت لك حته حديد خرده في شنك بتطلع دخان وبتنفجر. كده؟ كده يا ستيف؟ تضحك عليا انا؟ يمين بالله ما مهملك غير لما ترجع لي فلوسي، يمين بالله يا ستيف ما مهملك غير لما اقتلك. انا كمان ضحك عليا زيك بالظبط، بس اطمن انا مش هسيبهم. مش هتسيبهم؟ انا اللي مش هسيبك يا ستيف غير لما اقتلك، لا ترجع لي فلوسي. بس بقى، ولا انت ولا هو هتعرفوا تعملوا حاجه، لانكم اتعاملتوا مع تجار سلاح نصابين. برضك مش هامله، هو اللي خد فلوسي وهو الملزوم يجيبها لي، هو اللي اختارهم. كان ممكن ما تعرفش، انا اللي عرفت المصيبه دي وجيت بسرعه احذرك. وسع. عندك حق، عندك حق يا سنيور. كان ممكن ادخل معركه كيف اللي فاتت ورجالتي يجوا يرموا القنابل ما تفرقعش، واتقتلوا فطيسك ده، اتقتلوا فطيس. عشان كده عايزك تهدى وتطمن ان احنا بنحميك.
بس لازم تسمع كلامنا كويس قوي. تاني يا سنيور، عايز نسمع كلامك تاني؟ لا، انت المرة دي اللي هتسمع كلام انا. انا همام البندار يا سنيور، كبير عيلتي. دلوقتي بقى مفيش حاجة اسمها عيلة حسان وعيلة البنداري، النجع كله بقى عيلة واحدة وفيها ملك واحد بس، هو مناع، وانت هتبقى الوزير بتاعه. ايه؟ يعني ايه؟ يعني مناع هيبقى ملك النجع، ملك عليا وعلى عيلتي؟ غصب عننا. يا ريت تعرف تعمل اللي هو بيعمله، ده يبقى يوم المنى، على الأقل نخلص منه ونحطك ملك بداله. ده تعبنا قوي عبال ما رجعناه يزرع الحشيش من تاني. راح وين بس؟ راح وين؟ حته دفتر اسود كدك دي، ايه عفريت بلع اهو. واحنا هنعرفه منين بس يا ولدي؟ ابوك هو اللي كان بيدس كل حاجه بنفسه ويعرف مكانها. افتكرت، ابويا كان بيدسه في صندوق الفلوس اللي اتسرق. صندوق الفلوس اه، من يوم ما سرقت الفلوس محدش لمسه. يخرب بيت ابونا واللي جابنا، يعني اتسرق مع الفلوس؟ اتسرق. الحمد لله لقيته، عقلي كان حشت. ليه؟ هو مهم قوي كده؟ كاتب فيه كل تفاصيل الخلطه، صعب افتكرها بعد السنين دي كلها. لو البندريه عرفوا كده كانوا خدوه هملوا الفلوس. الخواجه بني كان جايب لنا واحد من كولومبيا يعلم، واحد من امريكا الجنوبيه هبله يعلمنا الخلطه، وانا كتبت كل حاجه وراه. كاني كنت عامل حساب اليوم ده. ما بلاها يا ولد زراعه الندامه دي اللي هتجيب لنا الخوف ووجع القلب. مش بخاطري يما، مش بخاطري، انا مجبور من الخواجات، ولو ما طوحتهمش هيبلغوا ضد الحكومه، وكل اللي عملته طول عمري هيتهد في ثواني. يعني يا مناع تقعد طول عمرك متهدد كده؟ طول ما هم محتاجين لي ما هيقدروش يعملوا حاجه، وبامر الله هيجي اليوم اللي اخلص منهم ومن ابوهم. اعمل ايه؟ ما قدرش اتحامى في الحكومه. ان شاء الله يا ولدي ربنا حينصرك عليهم. هي دي بقى عيلتك يا مناع؟ ولا حركه. اوعى تضرب مكانك، اوعى تضرب، ما تضربش. بتبصص على النسوان؟ انت مش عارف انا مين؟ مين يعني؟ انا المحاسب بتاع المقاول. محاسب؟ اه والله العظيم. الحياه يا بني، انت عبصت علينا. اقفل خشمك منك ليه؟ خلاص. في ايه يا شاهين؟ لقيت واقف بيتجسس علينا من غايه ابوي. الراجل قليل الحياه ده كان متداري وسط الدره هيبص علينا. خلاص يا نفيسه روحي، ادخل يا حرمه منك ليه؟ لا ابدا والله يا حاج، الموضوع ما فيه ان انا كنت بدور على حاجه كلها، ومش قصدي حتى اسالوا مناع بيه صاحب العزبه، هو وبكري عارفين ان ما باكلش اللحمه الضاني مع العمال. تقوم تقعد مطرحك وتطلب اللي انت عايزه واحنا نجيبه لك. اللي انت عملته ده عيب. وانا اعرف منين بس ان في ستات وناس هنا يعني؟ سالت مناع بيه وقال لك انه مقعد عيلته في اخر الارض، تقوم تجرب نواحينا؟ قلت حياه. الجوع، الجوع يا ابن عمي، قلت اتسلى وادور في الارض يمكن الاقي بطيخه شويه كنتالوب. خلاص شاهين. ايوه يا ابوي. رجعوا مطرحه ونبه على المجاول بتاعه، اي نفر من الانفار هيجرب نواحينا هنقتله وندفنه في الارض. حاضر يا ابوي. قدامي واحمد ربنا انك راجع على رجليك. الغريب اعمى ولو كان بصير، وانا ليا عذري. مالكش عذر تمشي في الغيط من غير ما يكون معك حد من العيله. عندك حق، انا ما هقولكم ما عادتش تتكرر. خلاص الحمد لله ان هي جت على كدك ده. اهدى اهدى، اياك تتكرر منك تاني او من حد غيرك. اوعدكم انها مش هتتكرر، انتوا ناس طيبين وفي حالكم، كل حلمكم ان انتوا تبنوا بيوت لامكم، وده حقكم، ومن حقكم نخلص لكم البيوت دي بسرعه. تقرير وافق يا حضره الضابط، واضح انك بذلت مجهود كبير. الحقيقه يا فندم انا عاشرتهم وشفت بيوتهم وتأكدت إنهم ناس شرفة ومكافحين، ومناع هو أملهم في حياة كريمة. أنت فحصت أراضيهم كلها؟ واثق إنهم ما بيزرعوش أي حاجة مخالفة، ولا سبق لهم زراعة أي مخدرات. أنا فحصت التربة دي كويس، واضح إنها أرض بكر، وكلفت مناع كتير لحد ما خلاها تدي محصول كويس. أنا شايف إصالات وفواتير للتجار، هم دول اللي اشتروا المحصول؟ وفي عند ستك الكميات والأسعار. اعتقد ان الناس بتشقى عشان تطلع من الارض محصول بالكميه دي، لازم يكونوا ناس كويسين وطيبين.
عموما يا حضرة الضابط انا كده ارتحت، مع السلامة. تمام يا فندم. واجب اطمن الاستاذ توفيق على جوز بنته. الو، رتبت كل حاجة؟ كله تمام يا سمناع. عايز مني حاجة تاني؟ استنى، عايزك خير يا سمناع. خد يا حصاوي القرشين دول ليك، عايزك تعاود بلدكم، تتجوز وتعمل لك أي مصلحة. تتعبت معايا كتير. وانا عملت مع حضرتك حاجة وحشة يا سمناع؟ واد بطل رط وخد الفلوس. مادام انت شايف كده، شوف وشك بخير يا سمناع. طب ممكن اطلب من حضرتك طلب اخير؟ قول يا حصاوي. ممكن ابقى اعدي على المزرعه اخد منها خروف ولا خروفين اخش على امي بدل ما اخش بيدي فاضيه؟ ودول اتروح بيهم كيف دول؟ ابقى اقطع لهم تذكرتين معايا في القطر. ماشي يا حصاوي، ربنا يخليك لنا يا سمناع. بتسلم عليا يا ابن الجزمه. سلام يا سعادتك. سلام يا سمناع، شوفك بخير، تبقى سأل علي ان شاء الله. سلام عليكم. سلام يا سمناع، شوف وشك بخير. شوف وشك بخير يا سمناع. اجري اجري على ابوك. بابا خليني معاك يا بابا. الله الله الله، احنا قلنا ايه؟ لازم تقعدوا هنا مع جدكم وجدتكم ومع امكم كمان، ولا ما عايزينيش ارجع على طول؟ عايزين نرجع على طول. مين بيحبني؟ انا. طب يلا، اللي بيحبني يديني حضن كبير. وحشوني ان شاء الله يا اولاد. ربنا يجيبك لي بالسلامه. انت كربانه كده ليه؟ ودي اول مره يسافر يا نور؟ ده كلها اسبوعين يا حبيبتي ويرجع بالسلام. مش عارفه زي الاسبوعين دول هيعدوا عليا. دايل انت بس، ان شاء الله ربنا يقصر المسافات وعاود بعد اسبوع. شوف وشكم بخير. الف سلام. الف سلام. محمد رسول الله. كويس اني لقيتك يا ابو النبيل. خير يا باشا؟ ساعات وكيل النيابه عايزك ضروري. طيب انا اروح له دلوقتي على المكتب. لا يا فندم، هوش مكتب، هو بيعاين مكان الجريمه. جريمه ايه وفين دي؟ بشقه الدكتور جمال. الدكتور جمال بتاعنا بتاع مصنع السماد؟ بقي في حياتك يا ابو النبيل، الدكتور جمال لقوه مشنوق في شقته. أولاد الكلب! أنا السبب، أنا السبب. اهدى يا منع بيه، أنت مالكش ذنب. ذنب في رغبتي يا باشا. قلت له اشتغل وأنا هحميك منهم. لكن قتلوه. قتلوه الخونة، قتلوه. هما مين؟ تتكلم. كلمة أقول إيه يا باشا أكتر من اللي قلته. قلت لكم دول جايين بالخراب على البلد. قلت مستثمرين. قلت لكم عايزين يذلونا في بلدنا ونمد يدينا ليهم. قلت جايين بالخير والدولارات. اقول ايه تاني يا باشا؟ قلت يمين بالله ما هيجي من وراهم خير ابدا. يمين بالله ما هيجي من وراهم خير ابدا. اهدى منع بيه، احنا مستكتين وهنجيبهم، ومش كل الناس زي بعضها.
مفيش عندي كلام اقوله تاني يا باشا. انا قلت لحد ما ريق نشف، لكن يمين بالله ما هفوت طارك يا دكتور جمال ابدا. مساء الخير. مساء الخير. شرف بحضرتك. محمد اشرف المخابرات العامه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا بيك. ايه اللي اقدر اقوم بيه يساعد حضرتك؟ انا جاي اخد من حضرتك بعض المعلومات اللي انا محتاجها عن الجاسوس مناح حسان. جاسوس؟ مش ممكن. لغاية دلوقتي ما وجعش في ايديكم. المفروض ان يكون وصل جنا. عايز انتشار على طول الطريق وتفتيش كل الطرق الجانبية. مع السلامة. تمام يا فندم. معقول اللي سمعته ده؟ انا كنت واثق ان ورا مناع ده مصيبة كبيرة، وانت اللي خيبت ظني يا حضرة الضابط. انا ابدا يا فندم. جهز قوة لمهاجمة عيلته والتفتيش عليه. لازم احط احتمال ولا واحد في الالف انه يهرب من الاكمنة. يهرب؟ مش ممكن يا فندم. اللي يقدر يخدعنا السنين دي كلها مش هيقدر يهرب من كمين. مش الطريق. امشي اسحب رخصه. تمشي طوالي يا اسطى، انت غاوي عطله. لبيكي لبيكي همام بين يديكي وقاعد بيفكر فيكي وبقاله ساعتين مستنيكي. ايه رايك في الغلوة الحلوة دي؟ حلوة قوي. بس قولي صح، انت مقدر انا مضحيه علشانك قد ايه؟ مقدر مقدر يا حبة عيني، بس لفين الدفتر؟ انا جبته، بس زي ما اتفقنا ما يبيتش عندك اكتر من يوم واحد الا اوله شرط اخر نوري همام. ما تخافيش، انا دلوقتي عرفت انك بتحبيني صح، وانك شرياني، وانا اللي اشتريني ما بيعوش ابدا ابدا. لا تسمع يا همام، اتخوت في عقلك كلي. ما انت عارفه ان انا مخوض بك من زمان. لا اعجل، عايزين ربنا يتمها لنا على خير. عندك حق، احسن نقرا الدفتر ما نعرفوش نفهمه. انا كده عملت اللي علي والباقي عليك. انا كل غرضي انك ترفع راسك في النجاح، ما عايزاش حد يقول عنك انك خايب وزي عدمك. ما تخافيش، بس انت بس ادعي لي، ادعي لي انفع. اما نسمه لو نفعت من غير مناع اخوكي، ساعتها ما حدش في البلاد كلها هيقدر يرفض جوازي منك. ليه؟ لانك هتبقي مرات الكبير، والد الكبير، تبقي تجيب لنا كبير صغير بس يكون حلو زيك. يا خواجة طمني، وحياة ابوك. برافو عليك يا جو، هي مش واضحة قوي ولكن تنفع. الحمد لله. يعني ايه خلاص يا خواجة؟ هتوفي بوعدك معايا؟
عايز تبقى الملك يا همام؟ وقبل ما ابقى الملك لازم اتعلمني سر الطبخه. ليه؟ عشان محتاجش لا المناع ولا الغير مناع. وانت فكرك يعني ان مناع هيسيبنا كده بالساهل؟ ده ممكن يهجم علينا هو وعيلته ويقتلنا كلنا، وساعتها ما نلاقيش حد يحمينا منه. يعني ايه تقصديه؟ عايز انك تلمناع؟ سيب الحكايه دي علينا احنا. لو الحكايه دي حصلت يا خواجه الدنيا هتولع. ده في حاله معيله مناع تتهمنا احنا بقتله، ولكن لو اتهمت الحكومه احنا مالنا. يا سلام عليك يا خواجه. اما لو حصل الموضوع ده نعيش خدامكم العمر كله. شيك هاندز. شيك هاند يا خواجه، شيك هاند. ستيف تحت امرك يا برو. نفذ، خلينا نخلص بقى. اكدي يا همام، ده آخرة المعروف. خص عليك بس لما اشوفك. ولما تشوفيني هتعملي ايه؟ طب انا قدامك ها. انا زمجانة منك. ليه؟ كيف تهملني الوقت ده كله لوحدي؟ ما تقلقيش، كل اهل الناجع مشغولين في الارض وفي المحصول. اقعدي. طب لفين؟ لفين الهبابة السودة دي؟ ادسها مكانها قبل ما مناع يعاود. مناع؟ مناع خلاص مش هيعاود ناجع من تاني. ليه؟ اخوي جرى له حاجة وليه؟ ما فوش حاجة، بس زي ما تقولك دي يعني ولف على العيشة الطرية. ما بقاش لادد عليه الناجع ولا أهل الناجع، ولا عاد يسأل في أهل الناجع كلهم. عشان كده احنا لازم أنا وانتي نشوف مصيرنا لوحدينا. مالك يا همام؟ عملت لف وتدور علي. أنا فكرت يا نسمة ولقيت إن احنا ما قدمناش غير حل واحد. اللي هي ايه؟ نتجاوزه. كيف؟ انا اقول لك كيف. كيف؟ شوف يا نسمة، انا الليلة دي مش هسيبك غير لما تقولي مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. جرى لك ايه يا همام؟ فيك ايه؟ قول يا نسمة. اقول ايه؟ مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. حمليني ما فيش. اخر مكالمه عملها مناع كانت في المنطقه دي، لكن لما تتبعنا الموبايل بتاعه لقيناه مع سواق عربيه هنا في منطقه تانية خالص. يبقى اكيد رماه بعد ما خلص المكالمه. بس المكان اللي سيادتك اشرت اليه بيقول ان هو في طريقه لعزبته، علشان كده انا بعت قوه تحاصر المنطقه وتقبض على كل عيلته. يبقى لازم نلحقه قبل ما يهربوه عن طريق الصحراء. الو، ايه بتقول؟ ايه البيوت كلها فاضيه والارض ما فيهاش مخلوق؟ امال فين تحرياتك يا حضره الضابط؟ اسمع، خلي القوه كلها تعسكر هناك، وانا هبعت لك امدادات فوريه. عاوز المنطقه بالكامل تتحاصر وتتفتش تفتيش دقيق. ايه الحكايه؟ هي عيلتي كلها هربت معاه ولا ايه؟ لو راحوا فين هجيبهم، يعني هجيبهم. ليه يا همام؟ عملت فيك ايه؟ عملت لك ايه؟ خلاص يا بت، هتعمل لنا حكاوه؟ اروح لاهلي كيف؟ اقول لهم ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي. هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغايه ما نشوف صرفه. وعلي يسكتوا؟ كاني معزه وتفشت. وانا اعمل لك ايه يعني؟ انت اللي جيتيني برجليكي من ورا اهلك ومن ورا ناسك، ما فيش لوم على راجل. يعني شهامتك ورجلتك معاي؟ طيب طيب يا همام، هنشوف اللوم على مين. انا هقول اني شفت اختك وهي بتسرق الدفتر، وجيت وراها لحد هنا، وانت شفتني وتهجمت علي. شوف بقى اللي هيحصل لك انت وعيشك. هتعمل ايه؟ تعالي تعالي يا مخلالة، تعالي هنا. تفضحيني ولا ايه؟ بعد عني بعد عني، مادام فضحتني يبقى هفضحك. يا ناس اقدمي اقدمي خصمي، مادام تفضحيني يبقى الخصمي اللي سهلك. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي اسكتي يا مخلالة. اسمع
حط عن اسمه. نعمل فيها كتير. بقول لك ايه؟ ولا كأنك شفت حاجة. لو نسألك لطم كلمة واحدة انا اقطعهولك، فاهم ولا لا؟ تعال معاي، تعال يا بوي، يا بوي، يا غناع حمراه، يا بوي بت بت يا نسمة، بت بت نسمة، نسمة ايه اللي صابك؟ ايه اللي صابك يا بنتي؟ نسمة، مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلام! اسمع اسمع فوق وكلميني. اسمع اسمع، رد علي يا بنتي، رد علي يا بنتي، بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يا امه، يا مار امر الله نفس. معلش اسمع وانا صوت. رد علي يا نسمة، رد علي يا بنتي. اجمع الرجال والسلاح وامن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا انت فين قبله. خلصت. التهور بتاعك ده هو اللي حطينا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لقيتني بسكاتك يا خواجه، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركه؟ مش يمكن انا ورايا عيله تاكل اللحمه نايا يا خواجه، واقل نفر فيهم، اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ اضربوا خليهم يجربوا، احنا ننتفهم بالقنابل. يمكن يقوموا، يمكن يخافوا ويعودوا بيوتهم. خذ الكوبي ارميها انت، الدار اول. دول بيرموا قنابل يا عم ناجي، بيرموا قنابل. الدار يا رجاله، ارجع ورا اول، ارجع ورا. قتلنا فرود، خذوا اضربوا الكوبي. قنابل طلعت في شيء، اهجموا رجالة. قنابل زي عدمها شوفي، اضربوا الرجالة قبل ما يهجموا علينا. يا صوتي يا صوتي يا صوتي، انت هي ما تنزع يا حوت، خذ القنابل دي من بتوع زمان. اضرب يا رجال، اضرب شوفي، اضرب خذوا. وقعوا زي الفرود، قتلناهم كلهم. فينك يا همام؟ تشوف عملنا فيهم ايه؟ ايه ده؟ ارمي سلاحك جراد، ارمي سلاحك خلط الكل. على ماي على ماي، اقبل دري يا كلام يا اولاد الكلام. قدامي هات، فين همام يا ولد الكل؟ فين همام؟ انطق ارقد يا عاد، ارقد. فين همام؟ تكلم. همام في بيت الخواجات، والبيت محمي ومحصن، لا مش هتقدر توصلوا له. خلاص ارقد الكل، مناع ورجالته زمان وصل لهم بالوقت وهيقتلهم كلهم. لا يا ناجي، عنموت كلنا. القنابل يا فراد جهيل، خذ لك ستر يا ولد، هنموت كلنا مع بعض. عايزين انت التاني؟ عمام يضحك يا سامي.
همام. عايز ايه؟ بيتكم يا سي همام يتطبق على امك. ايه؟ النار مشعلة فيها. امي. المندرية كلها مولعة. امي. ايوه. تعالوا وراي. تعالوا وراي كلكم. راح فين يا مجنون؟ خد الرجالة تجي معاي وهم المخروبة دي. بيت ابوي مولع. بيت ابوي مولع. مناع مناع الحاجة مناع. همام بيهرب. خافش. همام ما يقدرش ينفذ من يد دي. الرجالة يطلعوا مكان الحراسة عندهم. الخواجات ما تقدرش يفرقوا بين رجالتنا وبين رجالة البندرية. قصدك ايه عاوزهم يحرسوك؟ عايزهم يا اما نظهر لحد ما نخلص على الخواجات. امسك ده اسرارك. على هون. عملت قصدك هنقعد ازاي من غير حراسة؟ لازم نهرب. نهرب نروح فين؟ دلوقتي ما قدامناش غير ان احنا نحمي نفسنا بنفسنا. هي كده. انا هطلع فوق السطح احميكم وهرشهم كلهم من فوق. سيح. يلا تعالى معايا. انت قدام الباب من هنا. وجو من الباب الوراني. يلا وانا وانت نقعد نصلي ربنا انه ياخد اجل مناع. يلا. انتوا ما رحتوش مع همام ليه؟ سي همام قالنا نقعد نحرسكم. فيكم الخير. لو حد قرب اضربوا نار على طول. ما تعلوش هم. هنقوموا بالواجب. الهم ده مش هيزول غير لما ضرب النار ده يبطل. انت يا حرس ايه صوت ضرب النار ده؟ سمعت حاجه غريبه؟ في خطر علينا؟ ايه وانا خطر عليك وعلى خلفوه؟ طلق الضرب فيهم. خدك ساتر ونادي الولاد. محدش هيسمعك يا خواجه. الميتين ما بيسمعوش حد. مناع صديقي كفاك يا لعيب يا نبط شطاني. احنا خلاص وصلنا للنهايه. مناع انا بستسلم. مناع مناع ما تنساش انا كسبتك فلوس كتير. اخلص الكلام يا خواجه. مات زي الامان اللي موتوه. رميته تحت رجلينا الفلوس. تمن الأرض اللي بوظتوها والخراب والدمار اللي زرعتوه. معيش أسمعك تاني وانت بتتوسل زي الكلب وتطلب الرحمة. ما تستاهلهاش. اللي زيك ما يستاهلش يعيش. حسنا دي عشان الدكتور جمال ودي عشان ابوي ودي عشان ما تعودش للدنيا تاني. يلا مناع يلا عشان نلحق همام. يلا بينا. يلا وديني لحرق قلبك على أهلك وناسك وديني لولع فيهم كلهم. يلا رجالة يلا رجالة. Yeah.
قلت يا مناع بيضربوا بيوتنا. العد يا مناع ولاد الكلب. شيل سلاحك ورا الله. ابوه قوم. ابوه يا مناع. انت راجل والله مره. شيل سلاحك وصلني. كيف ما طربت بيت ابوي لازم اطربك بيت ابوه. مغاوري واقف يحرسه هناك. انا معايا قنابل شديده لو رميتهم على البيت هيجيبوا عليه وطيه. قبل ما تقرب هيكون مغاوري مغربلك. احمي ظهري انت ورجاله ما تخافش. انا عامل حسابي هلف من ورا البيت واول ما تلاقيني قربت اضرب نار على مغاوري حاول تشغله وبعديها هتلاقي البيت ده كوم تراب. اضرب يا رجاله. اللي مات وما ارحمك مناع. ايه عايز تقتلني يا صاحبي؟ مش هتلحق يا مناع. مش هتلحق يا صاحبي لان اللي هقتلك اقتلني. اقتلني يا مناع. انت معاك سلاح انا ما معيش. مين قال لك ان هقتلك بالسلاح يا خسيس؟ تقدر تغلبني المرة دي يا مناع. عارف ليه؟ لأنك لو قتلتني هبقى برضه أنا اللي غالبك يا مناع. هبقى برضه أنا اللي غالبك عشان قتلي مش هيرد لك شرف أختك يا مناع. شرف أختي دمها غسل عارها لكن دمك أنت الزفر هنجس بالأرض اللي خربتها. مناع عارف الخنجر ده؟ الخنجر ده مناع انت فاكره زين؟ خنجر المسموم. المسموم يا مناع. كيف ما قتلت عمي بيه انا هقتلك. يكفاك ان انا معرفش ان انت قتلت عمي. ها هقتلك يا مناع. هقطع بيه. أكلك يا مناع. مناع مناع قتلك يا مناع. مناع انت اتصبت يا مناع. ده خنجر مسموم.
ما عادتش تفرق على شيء. مناح! مناح! الحكومة ناسها في الجبل! نضرب عليها النار ولا ايه؟ خلاص يا زازور، ما عادش لي حاجة عايش عشانها. كل حي يعمل ما بداله. سمح حوط فيك ولا ايه مالك؟ بجري كنت غريب
واطلع على سوهاج على طول قبل الحكومة ما تدخل. وديها في العلوان دي. وهم لك كيف يا مناع؟ ده انت بتموت ملك الصالح. روح يلا تغريد. روح يا بكري. خليني اشارك. روح رجع الجراح. أنا مش خايف. كل ما خوفني الحكومة جسدي. أنشر صوتي في الجوال ويفضح عيالي العمر كله. أمان عليك يا زنزور. لما موت لحد جسدي تقطع راسي. تمام يا فندم. الدمار شامل وبيوت كتير طالع منها دخان وجثث القتلى في كل مكان. والدعم الجوي لسه مطلوب؟ لا يا فندم، معتقدش اننا محتاجين دعم جوي دلوقتي. الحكاية خلصت خلاص. طيب احنا راجعين للقاعدة. تمام كله تمام يا فندم. مع السلامة. بعد عمل التحريات اللازمة قامت قوات الأمن بالتعاون مع سلاح الجو في حرس الحدود بتمشيط المنطقة بالكامل ومحاصرة المجرمين والتعامل معهم والقضاء عليهم دون تعريض حياة جندي واحد للخطر. وقد تم اقتحام مملكة الجبل والسيطرة عليهم بالكامل وضبط كمية كبيرة من أطنان الحشيش والأسلحة. تعال راجل. انت تعرف جثة مين دي؟ ايوه ده مناع الحويطي، شفت امبارح في العركب اللبسه ده. مين اللي قطع راسه؟ قطع على ده، ما كل الرجال راحت عليه. العوض منك العوض يا رب. بس احنا يا فندم لازم ناخد البصمات ونعمل تحليل الدي ان ايه. بلا بصمات وبلا دي ان ايه هو ده مناع الحويطي. خلصنا. قد تم القضاء نهائيا على بؤر الفساد وقتل افراد العصابات وزعيمهم مناع حسان وجاري التحقيق مع من تم القبض عليهم احياء. نورهان مرتي وحبيبتي وضي أيامي، لما يوصلك الجواب دي مش عارف أكون فين. حياتي أو موتي بيد علام الغيوب. الصبر بنتي بعتلك آخر وصية. أيوة بنتي يا نورهان، آخر ما خبيت عنك من أسرار. نظرة واحدة في عين البت تعرفي كل اللي قاسته المسكينة وأمها الطيبة بسبب السكة اللي مشتني فيها الظروف، واللي عشت عمري كله بحاول أجعلها سكة خير لكل اللي حواليا. لكن الماضي والناس والأيام
وقفوا في سكتي زي غلام سدت الطريق وحرمتني من مجرد الحلم الدنيا الجديدة. وسط بشر أحبه ويحبوني، وانت يا مرهان الحلم اللي كنت كل يوم أسأل ربنا ما يصحنيش منه عشان احتمي تحت جناحك الحنين من برد الليالي وقسوة الأيام. خلي بالك من تغريد يا نرهان، تغريد البريئة الطاهرة مش لازم تتحرم من أبسط حقوقها. الحياة في النور، خليها تعيش مع أخواتها جوا قلبك اللي يساع الكون كله. اغفري لي يا نور، افتكروني كلكم بالخير رغم كل أخطائي وذنوبي وكل الألم اللي سببته ليكم كلكم. ما كانش قصدي، صدقيني ما كانش قصدي غير الخير. وصيل العيال، مع السلامة. مع السلامة يا أعز الناس. كيف جرحك يا ريس؟ أنا بخير يا زرزور. إيه الحاجات اللي أنا حصلتها من البيت؟ قدرتش أهرب منها، كأنها قدري. كله ورايا، يلا يا رجالة. مش حظ ولا بخت، خلي بالكم بالراحة. وهم ومهالك عمري مشوار صعيب مهلوك على هالك. مش حظ ولا بخت،